تمكنت سفينة إنقاذ المهاجرين الألمانية إيلان الكردي من أن ترسو بميناء مدينة تارانتو، وعلى متنها 88 مهاجرا بعد أسبوع علقت فيه في البحر المتوسط قبالة سواحل جزيرة لامدوزيا الإيطالية. ورفضت السلطات الإيطالية السماح للسفينة بالرسو حتى دخلت ألمانيا ودول أوروبية أخرى تعهدوا باستقبال أغلبية اللاجئين. وأعلنت ألمانيا وفرنسا استعدادهما لقبول 60 مهاجرا، على أن تستقبل البرتغال 5 منهم وإيرلندا 2 والباقي متستضيفه إيطاليا.